مذهول يا مدحت. تفتكر اتصرفت معايا كده ليه؟ وتفتكر الدكتور عمل معاها ايه؟ غسيل مخ مثلا؟ اداها حقنه خلاها تفقد الذاكره؟ لا، المساله دي محتاجه طبيب متخصص. متخصص ايه يا اخي؟ امال انا بسالك ليه؟ مش انت برضو دارس طب قبل ما تشتغل في المبيعات؟ يعني في حدود اللي انا فاكره، في مرحله من مراحل الطب النفسي بيبقى المريض عاجز عن انه يتخذ قرار، بيبقى سهل الانقياد، بيبقى عجينه طريه في ايد الطبيب المعالج. عاوز نصيحتك يا صبري، اصرف نظر عن البنت دي خالص. شوف يا صاحبي، الجواز ده مش مأذون، كاتب كتاب وبنت وولد. الجواز ده نسب، عيله، اتفاق بين عائلتين اتنين. اهلها رفضوك، مش بس رفضوك، ده اهانوك وهانوا ست والدتك، ست الطيبه الشريفه اللي ضحت عشانك وخدمتك. مش فاهم كرامتك تسمح لك ازاي تحط ايدك في ايديهم بعد كده؟ سلم بقضاء الله يا صبري. وبعدين انت عملت اللي عليك فما قصرتش. وبعدين بقى انا مش جاي احل مشاكلك العاطفيه، انا جاي في موضوع مهم يهم مستقبلك. انت لو مش حبيبي ما كنتش قلت لك يا صبري. ولسه في مواضيع ثانيه يا استاذ. خير؟ في ناس في الشركه حطاك في دماغهم ومصرين يطيروك. ناس مين يا مدحت؟ اكيد طبعا هي ميس نانو، مفيش غيرها. ما انت كمان مديها طرش. امبارح عرضت عليا تضم من منطقتك لمنطقتي وهيستغنوا عنك. انت بتتكلم جد؟ انا فاهم طبعا ان هي قالت لي الكلام ده قصدها ان انا اوصله لك. انا ما وافقتش، ما رضيتش. لكن اذا فضلت مصر على اللي في دماغك، هي كمان هتطق في دماغها وتعملها. في الحاله دي معلش يا صاحبي، هقبل المنطقه. مفهوم مفهوم. وعموما دي حاجه مش بعيده عليك. طب ما تركز جهودك معاها وتتجوزها. اتجوزها ايه بس يا مدحت؟ ما قلت لك 100 مره قبل كده، ميس نانو دي مش في دماغي خالص. يا ابن الدنيا فرص، افهمني. هتفضل تندب كده لما تلاقي نفسك في الشارع. تهاني كده برضه يا تهاني، ما تضربيليش تليفون لحد دلوقتي، تسيبيني قلقانه عليك يا بنتي. ما تقلقيش يا ماما، امر الشقي بقي ده ايه يا بنتي؟ ريحيني. تقدري تقوليلي كنت فين بعد ما خرجتي من المدرسه؟ كنت بشم. ايه؟ بشم هوا في الدنيا الواسعه. اه، والدنيا الواسعه دي ملهاش اسم. كنت عند ابله فضيله. وصبري كان هناك؟ صبري كان في شغل. اطمني يا ماما. لا ما اطمنش، تقدري تقولي لي رايحه لهم باي وش؟ بوش العكر اللي يقطع الخميره من البيت. استريحت يا ست ماما؟ لا يا حبيبتي ما استريحتش. خلاص ضقت الدنيا بيكي، مش لاقيه الا بيت فضيله علشان تروحيه؟ ليه؟ عشان ايه؟ انت رميه يا بنتي، بتلقحي جدتك عليهم. رميه؟ متشكره، متشكره قوي يا ست ماما. رايحه فين؟ هنام، هتخمل يا بنتي. مالك يا مجد؟
انت واقفه كده ليه؟ انا يا حبيبتي ده انا سايباكي من ساعه تقريبا، زي ما سبتك زي ما لقيتك. انا في ايه؟ انا يا ماما. انتي؟ ايوه يا ماجده. انا بطلع الفستان. بتدوري على ايه؟ فستان يا ماما، على الفستان. الفستان ما هو يا ماجده. اتفضلي. مديهولك بإيدي. يمكن انت مش ناسية يا حبيبتي. وانا يعني هضحك عليكي؟ مش عارفة، مش عارفة بقى، مش عارفة فيه. طيب 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 يا حبيبتي، بس بس قومي يا حبيبتي. فيني بقى. قومي عشان تلبسي. قومي قومي. تلبسي فستانك. ليه يا ماما؟ يا حبيبتي خطيبك سمير زمانه جاي. خطيبي انا؟ اه. يلا يلا حبيبتي قومي، تعالي تعالي انا هساعدك. قومي قومي. اقعدي. خطيبي انا يا ماما؟ ايوه حبيبتي، خطيبك مستنيكي هيجي يقعد يشوفك. يلا حبيبتي البسي وانا نازله. ها مش معقول اللي بيحصل ده. بس يا ربي البنت تعبانه يا رفعت، مش دي ماجده بنتي ابدا. البنت تايهه، دي زي ما تكون بتدور على حاجه تايهه منها، مذهوله، حاجة ضاعت. من فضلك يا جيلان، مش عايز اسمع كلمة حاجة ضاعت دي أبدا. احنا ما صدقنا إنها نسيت حكاية الولد اللي اسمه صبري. هنرجع تاني نفكرها بيه؟ لا يا رفعت، البنت تعبانة، مش طبيعية. معلش، فترة وهتنتهي، ما تنسيش إنها لسه تحت العلاج. ما هي دي المصيبة. هتسافر مع سمير إزاي؟ دي هتتغرب. يعني لا سمح الله لو حصل لها حاجة ولا تعبت. مش هيحصل لها حاجة أبدا، اطمني. بكرة الجواز هينسيها كل المشاكل اللي كانت عايشة فيها دي.